مرحبا، يعطيكم العافية. بتأمل إنكم بخير وبصحة تمام. اليوم أنا اسمي أشواق، جيت أحكيكم عن إشي كتير مهم لنا في هاي الفترة اللي هي فترة شوي حساسة، وإحنا بحاجة لحتى نتعلم بعض الشغلات المهمة لحتى نمر الأزمة الحالية اللي إحنا متواجدين فيها. رح نحكي عن موضوع كتير مهم، وأكتر شغلة إحنا بنعملها اليوم في قعدتنا في البيت هي للأسف الشديد ناكل. ناكل مع أنه الأمر مهم لإلنا أنه ناكل كتير أو ناكل عشان نضلنا عايشين، ولكن للأسف الشديد في المرحلة اللي إحنا موجودين فيها بناكل أكتر من اللازم، وبناكل بطريقة أحياناً غير صحية. لهيك اليوم جيت أحكيكم كيف ممكن نحافظ على نمط حياة أو نمط حياة غذاء طعام صحي. أوكي، إذا جيت أنا اليوم سألتكم مين أفضل ناكل أو شو أطيب شو أزكى ناكل، شوكولاتة أو تفاحة، بتوقع إنه أغلبكم رح تقولوا لي أزكى بكتير ناكل الشوكولاتة، لأن الشوكولاتة فيها طعمة طيبة ومنحس بطاقة سريعا والإشي بيكون كتير زاكي لإلنا. ولكن قلائل جدا منكم اللي ممكن يقولوا لي التفاحة كمان زاكي، وبتقولوا شو بدنا بالتفاح، التفاح ما بناكله إلا وقت ما إمنا تجبرنا أو نروح عند ستنا تقولنا كلوا هاي التفاحة. كتير مهم نفهم إنه هل كل إشي لذيذ هو صحي، بالرغم من إنه إحنا ممكن نأخذ عن جد طعمة طيبة في البداية، ولكن شو ممكن يصير على المدى البعيد. اليوم رح نفحص هل عن جد مهم نحافظ على نمط غذائي صحي وليش. بخلال لقائنا اليوم بالهي المقطع الصغير اللي عم نصور لكم اياه رح نتطرق لبعض النقاط التالية، ورح نتطرق لهي النقاط بالذات في فترة القعدة في البيت بسبب أزمة الكورونا. أول شغلة لازم نحكي ليش مهم إحنا نحافظ على نمط غذائي صحي وبالذات في الفترة الحالية. رح نأخذ شوية أمثلة على أطعمة صحية أطعمة غير صحية، ونعرف كيف ممكن نميز بين الأطعمة الصحية والأطعمة الغير صحية، ونأخذ بعض النقاط اللي ممكن تساعدنا أننا ما نأكل كتير، نأكل بالقدر الكافي اللي يسمح لنا نضلنا عايشين. في الوضع الحالي مهم لإلي قبل ما نبدأ نحكي عن الطعام وأهمية الطعام وأهمية الحفاظ على طعام صحي ونمط حياة صحي، مهم لإلي نوضح إحنا بأي فترة موجودين وشو بيصير معانا من ناحية نفسية. أولاً لما إحنا بنقعد كتير في البيت، كتير وقت في البيت ما بنطلع ما بنشوف أشخاص، فبيكون عندنا وقت فراغ كبير. وقت الفراغ هذا كتير للأسف إحنا بنوصل لمحل اللي ما بنستغل وقتنا صح، وبنصير ناكل لأننا زهقانين مش لأننا جوعانين. كثرة الأكل بتولد عندنا نوع من الإحساس إنه بدنا كمان أكل، بدنا كمان أكل، وبدنا كمان أكل، لحتى نسيطر على الشعور يمكن شوي بالخوف والقلق اللي ناجم من الفيروس اللي إحنا موجودين عم نواجهه اليوم. لهيك على المدى البعيد ممكن نشعر بإحساس أننا عم نأكل بدون حاجة، وهذا الإشي ممكن يظهر بعد شهر في وزن اللي هو كتير علي كتير ارتفع، وكمان في حالة نفسية اللي مش كتير صحية، لأنه إحنا بنتأثر نفسيتنا وجسدنا بتأثر بنفسيتنا، بتأثر بطبيعة الأكل اللي إحنا بنأكلها. طيب شو رح نعمل بهالفترة؟ كيف ممكن نحافظ على نمط غذائي صحي؟ سمحولنا نبقى في البيت ونطلع فقط على السوبر ماركت لنشتري أغراضنا وأطعمتنا. الآن كيف ممكن إحنا نحافظ على استغلال أو استهلاك غذاء اللي يكون عن جد صحي وما يدور فينا؟ أوكي، هات نبدأ بنحضر هيك مقطع صغير، وبعدها رح نناقش هذا المقطع. المقطع هو كالآتي، تفضل.
كريمة. ميخالي؟ ما تصي؟ هذا بغيوت سيمن אותו؟ أوه. זה מותר שמכיל כמות גבוהה של שומן רבוי. נכון. תחזירי אותי. יאירי? חבל לך על הזמן. זה אומר שהוא מכיל כמות גבוהה של סוכר. אז לשים... בחזרה. אמא, באמת. תראי, כמות גבוהה של נתרן. עודף מלח, אמא, לא בריא בכלל. רגע, גם זה מסומן, אז גם את זה לשים בצד. מצחיקו לה. זה דווקא מומלץ. אדום, עצור. ירוק, עבור. רפורמת סימון המזון של משרד הבריאות יצא לדרך. חפשו את הסימן על גבי האריזות. אדום, עצור. ירוק, עבור. שים לנו סדר, משרד הבריאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר. اوكي رجعنا بعد مقطع الفيديو اللي شفناه شفتوا حاليا احنا موجودين بالسوبر ماركت كتير وكتير مهم اذا بدنا نروح مع الماما او البابا ننتبه للمنتجات اللي بنشتريها. وزارة الصحة قبل كم من سنة اطلقت تجديدات على المنتجات اللي بنستهلكها، وزي ما شفتم في السوبر ماركت الام اشترت عدة منتجات، وكل منتوج كان عليه يا إما علامة وسام اللي هو أحمر أو وسم اللي هو أخضر. أكيد انتبهتم إنه الأغراض اللي عليها أحمر الأم في المقطع أرجعتهم وما أخذتهم، بينما فقط الأخضر تم أخذه إلى البيت للأولاد. إذن أحمر معناته قف ما تأخذ هذا المنتوج، وأخضر هو مسموح تاخذ هذا المنتوج. هذا المنتوج على ما يبدو بما انه اخضر ومسموح ومنتوج صحي. لو كنتوا قدامي الان وعم بسالكم كم من واحد فيكم بفحص هل هذا المنتوج عليه علامه حمراء او خضراء، بتوقع انه مش كتير في اشخاص فيكم بفحصوا اذا في علامه خضراء او علامه حمراء. نشتري بدون ما ننتبه، وهذا امر جدا مش صح، جدا مهم لنا ننتبه شو هي المنتوجات اللي مسموح ناخدها بعلامة خضراء والمنتوجات اللي ممنوع ناخدها لأنه عليها علامة حمراء. طيب يمكن حد يجي يقول لي يا أشواق شو هي العلامة الحمراء؟ شو ليه ممنوع ناخدها؟ تعالوا نفحص سوا شو هي العلامة الحمراء أو شو فيها؟ شو مكتوب عليها؟ أوكي، إحنا شفنا المنتوجات في اللغة العبرية، وكمان أنا لسه رح أترجم لكم إياهم لحتى أساعدكم تفهموا لما تروحوا تشتروا على كل منتوج إيش مكتوب. ما بدنا نتعلم اليوم درس بيولوجيا، ولكن جدا مهم علم الأحياء، جدا مهم أن نفهم بعض النقاط إيش ممكن تعمل المواد الغذائية، المكونات في المواد الغذائية إيش ممكن تعمل لجسمنا وكيف ممكن تضرنا. إذن على كل منتوج عليه بطاقة حمراء أو علامة حمراء، دائرة حمراء زي ما احنا شايفين، مكتوب عدة كلمات في اللغة العبرية. أولاً مكتوب من جهة اليمين سكر أو سكر بكموت كفوها. ممكن نشوف منتوج بشي شوكولاتة معينة اللي مكتوب محطوط عليها هاي العلامة، بما معناه إنه كمية السكر الموجودة في هاي المنتوج كثير كبيرة، وهذا أمر بضر في الشخص اللي رح يأكل من هذا المنتوج حتى لو أكله مش دائما، حتى لو أكله بفترات متباعدة. ليش السكر هو بالذات السكر الأبيض ليش هو ممنوع نستخدمه كتير ومفضل كتير؟ أخصائي تغذية بقولوا لنا بلاش تستعمل السكر لا في الشاي ولا في أشياء تانية، بقولنا وقفوا ما تستعملوه. السكر هو سكر مركب، سكر أبيض وسكر مركب من حيث ناحية بيولوجية، والسكر المركب بخد له وقت لحتى يتحلل، وأحيانا بتحول من السكر مركب إلى دهون، وهذا الإشي بيظهر في زيادة الوزن. فإذا إحنا موجودين في البيت وعم نأكل كتير وعم نأكل كتير حلويات، فمنتوقع بعد فترة لنرجع لحياتنا الطبيعية اللي فيها إحنا نطلع وبنشوف الأشخاص حوالينا وبنطلع للحيز العام إنه وزننا زاد. الأهم من هذا كله من ناحية صحية ومن ناحية الأمراض، السكر ممكن يؤدي
للأسف الشديد لمرض جدا معروف، مرض السكري. استهلاك السكر الكثير ممكن يزيد من نسبة السكر في الدم، وهذا الشيء ممكن يأثر علينا كثير. لهيك قرار العلاج، هل انت رح تشتري منتجات اللي عليها كثير سكر او عليها علامة ممنوع تاخذ زي منتوج بلون احمر او لا؟ من جهة الشمال عندنا نتران هو في العربي، في اللغة العربية هو الصوديوم، هو الملح. كمان مكتوب على بعض الأطعمة مثل منتوجات اللي فيها الشيبس، الأشياء اللي بنشتريها اللي بنحب التسالي اللي بنحب ناكلها، وكثير بنحب ناكلها في هاي الفترة اللي فيها احنا نكون قاعدين مش عم نعمل كثير اشياء، بنستهلك هاي المنتوجات كثير. لهيك الملح كمان الملح الكثير في الأطعمة بضر فينا. هتنشوف ليش بضر فينا. كل ما كان منتوج غذائي فيه كثير ملح، هذا الملح بيزيد من نسبة حجم الدم في جسمنا، وكل ما زاد حجم الدم في جسمنا لأنه المية بتتكون في جسمنا فحجم الدم بيزيد، بيصير كمان دم وكمان مي، وهذا الاشي ممكن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. بما أنه ضغط الدم ممكن يرتفع عنا، هذا الاشي ممكن يؤدي لأمراض عديدة جدا، منها مرض القلب. جزء كبير من أسباب مرض القلب هي ضغط دم مرتفع جدا. فلهيك كمان اليوم القرار لك، هل انت رح تحافظ على استهلاك أغذية اللي هي جدا متوازنة من حيث الملوحة، او ناكل كتير منتجات اللي فيها كتير ملح؟ بالاضافة للسكر الملح كمان عندنا المنتجات اللي فيها كتير زيوت، اللي هي كمان منتجات مقلية كمان زي الشبس. هاي المنتجات الزيوت اللي فيها والدهون اللي فيها بتفوت لجسمنا وبتوصلنا لمحل انها تتكدس في جسمنا، وممكن نعاني من اشي اسمه السمنة الزائدة اذا ضلينا كل الوقت نستهلكها بدون ما ننتبه قديش ناكلها او قديش هل اصلا لازم ناكلها او لا. طبعا انا بعرف انه مش سهل علينا انه نيجي نقول لا ما بدنا ناكل ابدا هاي المنتجات، ولكن انا بقترح عليكم شوي شوي نبدا نقلل من كميه المنتجات اللي بناكلها لحد ما نوصل لمحل ان ابدا مش عم نستهلك هاي المنتجات. طيب شو مسموح ناكل؟ هل في الشوكولاته عليها علامه خضراء؟ طبعا في كتير هون بعض الامثله على منتجات اللي عليها علامه حمراء، زي ما انتم منتبهين هنا عند الشوكولاته في عندنا من ناحيه الشمال عندنا سكر كتير وكمان دهون كتير، بالمنتصف عندنا كتير سكر، أو من ناحية اليمين عندنا كمان ملح كتير وكمان دهون وزيوت كتير. فجدا مهم تنتبهوا لهاي الإشارات لما تروحوا على السوبر ماركت. أوكي، حكيت إنه في كتير منتجات اللي هي مسموح نستهلكها، منتجات اللي هي بعلامة خضراء. هاي المنتجات كتير مهم لإلنا إن نكتشفها، نعرف ليش مسموح، ونشوف انه في مكونات اللي هي صحيه ما بتضر بصحتنا. ممكن تكون في شوكولاته اللي مع كميه سكر جدا خفيفه فبحطوا عليها علامه خضراء، اذا مش ممنوع ناكل الشوكولاته. اللي عم بيسالني او ممكن يسالني مسموح ناكل شوكولاته، ولكن تعالوا نختار بشكل افضل ونكون اليوم مع اللون الاخضر مش مع اللون الاحمر. اوكي بالاضافة ل انه ننتبه للمنتوجات، اي منتوج باي لون، ممكن جدا نحاول ناخذ هيك بهي القعدة في البيت، وكمان ممكن هذا المقطع يفيدكم في فترة القعدة بالعطلة الكبيرة، عطلة المدرسة الكبيرة، عطلة الصيف، ننتبه كيف ممكن نرتب حياتنا بحيث انه ما نرجع على المدرسة، ما نرجع على نظامنا الطبيعي بكثير وزن زائد وبصحة مش كتير تمام. واحدة من الشغلات اللي زي ما انتم شايفين على الشاشة قدامكم، واحدة من الشغلات اللي مهم جدا نعملها هي الوقت. اليوم اذا احنا بنحافظ على وقتنا ومنسيطر على وقتنا، بنقدر كمان نسيطر على كل اشي في حياتنا، يشمل اكلنا، يشمل نومنا، ويشمل الرياضة اللي بنلعبها. فكتير مهم ان نحافظ على جدول اعمال يومي، انه نكتب في هاي الساعة رح اعمل هيك، في هاي الساعة رح اعمل هيك من لما افيق لحتى انام. فلما انا بعرف انه انا في هاي الساعة فقط رح اتناول طعام الغذاء،
إذن أنا ما بصير أكل قبل وبعد. وطبعاً التنظيم هذا الجدول بيساعدنا لحتى نضلنا مركزين ومنظمين وننجز أعمالنا المختلفة. النقطة الثانية هي إنه زي ما أنتم شايفين إحنا عم نبقى في البيت وكتير أحيان يعني متعب لإلنا الأمر وبنبقى كتير لابسين الأواعي النوم أو البيجامة. فكتير مهم إنه إذا حسنا حالنا مالين ما نروح نفتح الجرور ونطول أكل 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 اللي هو عن جد مش صحي. ممكن نبدل أواعينا، ممكن حتى لو موجودين بالبيت نبدل أواعينا ما نبقى بالبيجامة عشان نغير النفسية ونحس إننا أحسن وأفضل. طبعا كمان الفوتي على المطبخ كمان لازم تتحدد. احنا مش مفروض نقعد في المطبخ ومش مفروض فينا نضلنا قاعدين كل الوقت في محل فيه تلفزيون ومطبخ. لهيك كتير مهم ان نبعد عن المكان هذا اللي هو المطبخ، او كتير مهم كمان ان نرتب وجباتنا. عادة بفضل 3 وجبات رئاسية الفطور، والفطور امر جدا مهم ما تتنازلوا عنه ابدا. الاشي الاهم وكلمة السر هون هو الماء. الماء يعني أمر كتير مهم إنه نحافظ عليه بحياتنا. كثير مننا بننسى مرات نشرب ماء. في عندكم عدة تطبيقات على التليفون اللي بتخلينا نتذكر نشرب ماء، ممكن ننزلوها فبتحكي لكم الآن اشربوا ماء حسب توقيت معين. ممكن نخلي قنينة صغيرة معنا كل الوقت، كل ما تفضل نعبيها الماء بتساعدنا نحس أفضل ونضلنا منتعشين ومصحصحين وما نلجأ لأكل طعام اللي هو مش صحي. كمان نقطة مهمة، كتير أبحاث قررت أو حكت واكتشفت إنه كل ما نقعد أكتر قبال الحاسوب أو التلفزيون نستهلك كميات غذاء أكبر بكتير من إنه نقعد على طاولة الطعام على المائدة، وهذا يعني مثبت علميا. لهذا كتير مهم إنه لما تيجي تأكل ما تأكل قبال الحاسوب، قبال المسلسل معين تأكل على الطاولة، لأنك بتأكل بكميات أقل. نلخص بأكمل دقيقة صغار. كتير مهم كمان مرة ننتبه للمنتوجات اللي بناكلها أو ما نختار منتوجات بدون أي انتباه، إنما نحاول قدر الإمكان نشوف وين في علامات حمراء ونبعد عنها. أو برجع للنقطة اللي بدينا فيها اللي هي ما بدنا بس نسأل مين أزكى مين ألذ، إنما لازم كمان نسأل شو صحي. لازم في محل معين ندمج ما بين الصحي وما بين اللذيذ. كل ما دمجنا بيناتهن كل ما كانت حياتنا أفضل. وفي كثير منتجات اللي هي صحية بس كمان لذيذة. شوي شوي حاولوا ترجعوا لنظام غذائي صحي وما تسمحوا للقعدة في البيت والملل يوديكم لاستهلاك غذاء مش صحي بدون رقابة، و تطلعوا من العطلة اللي احنا موجودين فيها الآن بوزن زائد. مارسوا رياضة، اشربوا مي كتير، وانتبهوا للطعام اللي بتاكلوا. يعطيكم العافية، شكرا لكم.
مرحبا حبايبي، اهلا فيكم. معكم مرام ابو زايد، انا طالبه عمل اجتماعي سنه ثانيه من جمعيه اجيك معهد النقب. اليوم رح نحكي عن الحوادث البيتيه، رح نحكي عن موضوع مهم جدا اللي ممكن انه يصادف او يفوت كل بيت لا سمح الله. للاسف الشديد هناك نسبه عاليه من الاطفال اللي هم بتعرضوا للحوادث البيتيه في البيئة البيتية في المنزل، أطفال اللي هم أعمارهم صغيرة بالسن وأطفال اللي هم صغار بالسن. اليوم رح نحكي عن أسباب هاي الحوادث، رح نحكي كيف ممكن إنه نمنع هاي الحوادث ونحد منها. الظروف الحالية بتفرض علينا وبتحتم علينا إنه نكون في البيت لمدة زمنية أطول من المعتاد، وإشي اللي إحنا مش متعودين عليه. لهيك بسبب هاي الظروف احنا بنشوف انه في احتمالية وقوع هاي الحوادث بنسبة اكبر من المعتاد. لهيك احنا بأجيك شفنا انه في ضرورة انه نتطرق لهذا الموضوع بالذات بهاي الظروف الصعبة وبشكل جدي، من اجل انه نتفادى اي اضرار الممكن انها تحصل بالمستقبل. شو هدف هاي الدرس او شو هدف هاي المحاضرة؟ أول إشي خلق الوعي عندكم كطلاب بشأن وحول المخاطر اللي ممكن إنها تكون في البيئة البيتية والحوادث اللي ممكن إنها تحصل في البيت. اثنين، رفع الوعي عندكم كطلاب حول المخاطر اللي ممكن إنها تحدث مع إخوتكم الصغار في البيت، وكمان اعتماد واتباع سلوكيات معينة من أجل تجنب وسلامة الأطفال ومن أجل تجنب هاي الحوادث الممكن إنها تحدث. اليوم رح أحكي لكم قصة قصيرة، وبعد ما أحكي هاي القصة رح أسألكم كم سؤال اللي رح نناقشهم مع بعض. أول إشي بحب أطمن عنكم وأعرف إنه أنتوا بخير ودايرين بالكم على حالكم، ملتزمين بالتعليمات الوقائية لأجل سلامتكم وسلامة أسرتكم. القصة بتحكي إنه في طفل عمره سنة ونص موجود مع أمه في المطبخ. الأم حضرت غلاية شاي، وبعد ما حضرت غلاية الشاي الساخن وضعت الغلاية على الطاولة. رن تلفون الأم فطلعت ترد على التلفون على الهاتف النقال بغرفة الجلوس اللي هي خارج المطبخ. الطفل رأى هاي الغلاي، لما الطفل شاف الغلاي راح مسكها لما كانت على الطاولة، ونتيجة لهذا الاشي الغلاي انسكبت على جسده واحترقت ايده اليمين واحترق جسده. حسب رأيكو شو السلوك الخاطئ اللي عمله الطفل مما ادى لتسبب في هذا الحادث؟ لما انا احكي عن سلوك بحكي عن فعل معين قام في حدا معين، ولما أحكي عن حادث بنحكي عن النتيجة اللي صارت. هسه شو السلوك حسب رأيكو اللي أدى إنه الطفل ينحرك أو جسمه ينحرك؟ هل حسب رأيكو إنه فات على المطبخ؟ هل حسب رأيكو إنه مسك الغلاية من إيدها؟ شو حسب رأيكو؟ إذا كنتوا بتفكروا إنه السلوك الخاطئ إنه الطفل مسك الغلاية السخنة عشان هيك الغلاية انكبت عليه، فانتوا فكرتوا صح، لانه الطفل هو عمليا طفل صغير ما بنقدر نمنعه انه يتواجد بالمطبخ او انه يطوب باشياء ثانية، لانه هو بجيل صغير مش ممكن انه يفهم علينا كل اشي. السؤال الثاني اللي بسألكم اياه، شو حسب رايكم السلوك الخاطئ، شو العمل الخاطئ اللي الأم عملته مما أدى إلى تسبب في احتراق الطفل؟ هل حسب رأيكو إنها راحت ردت على التلفون، ولا حسب رأيكو إنها حطت الغلاي اللي فيها شاي سخن على الطاولة؟ شو حسب رأيكو؟ إذا كنتوا فكرتوا إنه السلوك الخاطئ اللي الأم عملته هي إنها وضعت الغلاي بالمقبض تاع الغلاي برا عشان انه الطفل يقدر يمسكها،
فهذا صح، هذا أسلوب خاطئ الأم اتبعته. شغلة ثانية، الأم تركت الطفل لوحده في المطبخ وراحت ترد على التلفون. الشغلة الثالثة إنه الأم وضعت الغلاي على طاولة منخفضة، ومهم جدا إنه إحنا نحط الأشياء الساخنة بالذات على علو كثير عالي من متناول أيدي الأطفال. السؤال الثالث إلكو، كيف كان حسب رأيكو كيف كان من الممكن منع هذا الحادث؟ كيف كان من الممكن تجنب هذا الحادث أو الحد منه؟ شو حسب رأيكو كان من الممكن منع هذا الحادث لو إنه إحنا وضعنا أو الأم وضعت الغلاي بشكل صحيح على الطاولة، أو لو إنها الأم ما تركت الطفل لوحده في المطبخ، أو لو إنها الأم وضعت الغلاي على طاولة أعلى من الطاولة اللي هي بمتناول أيدي الأطفال. سؤال كمان لإلكو بيحكي، كيف ممكن نمنع أو نحد من هاي الحوادث في المستقبل، من هاي الحوادث البيتية في المستقبل؟ شو السلوكات أو شو السلوكيات، شو الأشياء اللي لازم نتبعها من أجل إنه إحنا نمنع هاي الحوادث أو حوادث مشابهة في المستقبل؟ إيش بتفكروا؟ طبعاً أنتوا كطلاب واعيين وكطلاب مدركين وبتعرفوا خطورة هاي الحوادث، وأنتوا عندكم مسؤولية، أنتوا لازم تأخذوا مسؤولية على حالكم أنه أنتوا تديروا بالكم على إخوتكم الصغار، لازم أنتوا تأخذوا مسؤولية أنه أنتوا تنبهوا أهلكم، ترشدوا أهلكم وترشدوا إخوتكم الصغار حتى، وتساعدوا الأهل حتى لو الإشي كان بلحظة استعجال، ممكن الإشي كان الأهل نسيوا ما انتبهوا ما عندهم هاي المعلومات الكافية. فإنتوا هين بيجوا دوركوا كطلاب واعيين راشدين ناضجين بيعرفوا إنه هم عندهم مسؤولية كبيرة بإنهم ينتبهوا لهاي التصرفات اللي ممكن إنها تؤدي لحروق، ممكن إنها تؤدي لأشياء اللي هي كثير صعبة، لحادث منزلي في البيت بدون ما إنه إحنا نفكر إنه هذا الإشي ممكن يصير بسبب قلة مسؤولية أو بسبب استهتار أو بسبب استعجال. فإحنا لازم نأخذ مسؤولية على حالنا، أنتوا كطلاب لازم تأخذوا مسؤولية على حالكم، وإحنا بنوثق فيكم إنه أنتوا عندكم الإدراك الكافي لحتى تعرفوا شو الصح من الغلط، كيف لازم أنا أحط الغلاي على الطاولة، كيف لازم أوجه الغلاي، وين إيد الغلاي لازم تكون، وإنت أنا لازم أنصح أهلي، وإنت أنا لازم أنصح أصحابي. فإحنا بنحب إنه أنتوا يكونوا مدركين وإنه أنتوا تعرفوا هاي المعلومات. سؤال كمان بيحكي، إذا أنت أو إذا أنت كنتوا في المنزل قبل وقوع هذا الحادث، كيف ممكن كنتوا راح تتصرفوا؟ بتوقع منكم انه تتصرفوا بمسؤوليه وانه تنتبهوا لاخوتكم الصغار وانه تنبهوا اهلكم، ترشدوا اهلكم، تنصحوا اهلكم وتنصحوا اصحابكم وتديروا بالكم على اخوتكم الاصغر منكم سنا. هسه راح اعرض عليكم اربع فيديوهات قصيره وبعدها راح نناقشها ونحكي عنها مع بعض. في النظر لمرآة السيارة للتأكد من عدم وجود أطفال، يجب أن يخرج مع السائق شخص بالغ لساحة البيت يراقب ويمنع اقتراب الأطفال أثناء مغادرة السيارة لساحة البيت. الأولاد يلعبون بالأماكن الآمنة بعيداً عن السيارات، حماية أطفالنا مسؤوليتنا. طبعاً حماية أطفالنا هي مسؤوليتنا، وحماية إخوتنا الصغار الأصغر منا سناً كمان هي مسؤوليتنا. شو حسب رأيكو الخطأ اللي صار
بهاي الفيديو اللي شفتوه. لما احنا او اهالينا بدنا نركب بالسيارة، ما بكفي انه احنا نتطلع بالمرة، ما بكفي انه احنا نتطلع بالمراي، لانه في هناك جوانب اللي بيحكوا عنها جانب ميت اللي هم لا يرى بالمراي. في جوانب اللي احنا ما بنشوفها، او اطفال صغار ممكن يكونوا تحت اللي احنا ما بنشوفهم لانهم هم اصغر منا، ما بنشوفهم بالمراي. لهيك من الممكن اول اشي مهم جدا انه الاولاد يلعبوا بالساحة تاعت المخصصة للعب. وكمان شغلة مهم جدا انه احنا لما اهلينا بدهم يركبوا بالسيارة او يطلعوا بالسيارة لازم يتفقدوا المكان، لازم يكون كمان شخص بالغ اللي يتفقد المكان حوالين السيارة بعدم تواجد طفل صغير. الفيديو الثاني، ايش راح تصير معي؟ كمان أم نورس فكرت زيك، مسؤوليتك تمنع الحادث القادم. وحتى نمنع يختنقوا الأطفال لازم نبعد البزر والجوز والفستق والحلو بعيد عن يدين الأولاد الصغار لأقل من 5 سنين. رمضان شهر الأمان، حماية أطفالنا مسؤوليتنا. طبعاً في كمان حادث بيتي ممكن إنه يصير عن طريق الاختناق، في حالة إنه إحنا وضعنا بين متناول أيدي الأطفال أشياء اللي هم مش مسموحة إنه يأكلوها بهذا الجيل، مثل قهوة، مثل بزر، مثل المسليات، مثل أشياء اللي هي غير ملائمة لجيلهم، فهذا الإشي ممكن يسبب إنه هاي الأطفال تختنق أو إخوتنا إنه تختنق. فإحنا لازم نهتم إنه هاي الأشياء تكون بعيدة عن متناول أيديهم. إيش راح تصير معي؟ كمان أم ليلى فكرت زي كذي، مسؤوليتك تمنع الحادث القادم. عندما نقدم المشروبات الحامية لازم نحطها على نص الطاولة وتكون بعيدة وعالية عن الأولاد. حماية أطفالنا مسؤوليتنا. ولا حدا محصن، ولا حدا بفكر، كلنا يمكن نفكر إنه هذا الإشي بعيد عنا، ممكن نفكر إنه هذا الإشي مش راح يحدث معنا، وكل الناس اللي صارت معهم هاي الحوادث كمان فكروا نفس الإشي. بس فيش حدا محصن، وكلنا ممكن إنه نخطئ، وممكن إنه الإشي يوصل لعنا، الخطر يوصل لعنا. فكمان ممنوع إنه إحنا نحط الأشياء الساخنة بالقرب من الأطفال، ممنوع إنه نحطها بزاوية قريبة من الطفل أو بزاوية اللي ممكن إنه الطفل يوصل لإلها. أحسن طريقة إنه نحطها بنص الطاولة أو بمكان الأكثر مرتفع اللي الطفل ما يقدر يوصل له. وبنشوف الفيديو الرابع والأخير. إيش راح تصير معي؟ كمان أبو سارة فكر زيك، مسؤوليتك تمنع الحادث القادم. بنحافظ على البيت دافي بس عن طريق المكيف أو المشعاع اللي هو الرادياتور، ومهم نفتح شوية الشباك لما بنشغل التدفئة علشان نغير الهواء في الغرفة. حماية أطفالنا مسؤوليتنا. حماية أطفالنا وحماية أخوتنا الأصغر منا سناً هي طبعاً مسؤوليتنا. في أيام الشتاء إحنا بنحتاج لتدفئة عشان ندفئ البيت وعشان إحنا نتدفى، بس لازم نختار نوع التدفئة أو وسيلة التدفئة المناسبة لإلنا أو مناسبة للأولاد أو الإشي الأكثر أمان. أحسن وسيلة تدفئة ممكن إنه إحنا نستخدمها بالشتاء هي المكيف، وزي ما حكينا بالفيديو إنه نهتم إنه يكون مفتوح شوي من الشباك. التدفئة اللي هي عن طريق الدفاي أو عن طريق الصوب هي إشي غير آمن، وهي إشي ممكن يسبب الحريق في البيت. لهيك وكمان في منهن أنواع اللي هي موجودة
بالقرب من الأطفال أو إنها ممكن تأذي أطفالنا الصغار أو إخوتنا الصغار. الشغلة الأخيرة اللي أنا بدي أعملها معكم هسا هي بدنا نعمل تلخيص مع بعض عشان أنا أعرف إنه أنتوا كطلاب مدركين وواعيين وعارفين شو الصح من الخطأ، تكونوا عارفين وأتأكد إنكم أنتوا عرفتوا شو الإشي اللي أنا بحاول أمرككم إياه. أول سؤال بدي أسألكم إياه، حسب رأيكم هل مسموح لعب كرة القدم في ساحة المنزل لما في حين عدم وجود سيارة في الساحة؟ إذا فكرتوا إن هذا الإشي صح فأنتوا صادقين، هذا الإشي مسموح بحال وبشرط إنه عدم وجود سيارة. الشغلة الثانية، حسب رأيكم شرب الشاي الساخن وأنا حامل طفل هل هذا الإشي مسموح؟ إذا فكرتوا إنه هذا الإشي مسموح أنتوا خاطئين، لأنه هذا الإشي غير مسموح، هذا الإشي ممنوع منعا باتا. ممكن إنه الإشي السخن ينكب على الطفل ويسبب له احتراق في جسده. الشغلة الثالثة، حسب رأيكم أطفال بيلعبوا، أطفال صغار بيلعبوا بالمطبخ بدون وجود والديهم أو حدا كبير، حسب رأيكم هذا الإشي صح؟ هذا الإشي كثير خطأ، ممنوع تواجد الأطفال في المطبخ بدون تواجد أو رقابة من والديهم. حسب رأيكم ممكن لعب كرة القدم في الملعب المخصص إلها؟ آه، إذا أنتوا فكرتوا أنه هذا الإشي صح فهذا الإشي آه صح، إحنا بنلعب بملعب كرة القدم في المكان المخصص لهذا الإشي. حسب رأيكم صح نلعب لعبة الاختباء وراء سيارة؟ طبعا هذا الإشي ممنوع، وممنوع إنه إحنا نتخبى وراء السيارات في ساحة المنزل أو في أي مكان، لأنه ممكن إنه نتعرض لدهس وممكن إخوتنا الصغار إنهم يتعرضوا لدهس. هل مسموح إنه نفرشي أسناننا كل صباح؟ هذا إشي كثير صح ولازم إنه إحنا نعتني بحالنا. حسب رأيكم هل لازم حل الواجبات المدرسية؟ هل إحنا لازم نحل الواجبات المدرسية؟ فهذا الإشي صح، إحنا لازم نقوم بواجباتنا المدرسية ولازم نحلهم. طيب حسب رأيكم هل مسموح وضع المواد السامة مثل الكلور، مية النار وهي الأشياء في خزانة غير مغلقة؟ هذا الإشي خطأ وخطأ كبير وغير مسموح، لازم نحطها بمكان مخصص مع خزانة مغلقة عشان نمنع إنها تكون بين متناول أيدي الأطفال. والسؤال الأخير بيقول حسب رأيكم هل ممكن إنه إحنا ننزل غلاية ماء مغلي إحنا كأطفال بدون مساعدة الأهل؟ فهذا الإشي خطأ وممنوع نعمل هذا السلوك بدون تواجد أهلنا أو حدا اللي هو كبير اللي يرشدنا أو يساعدنا. بتمنى إنه أنتوا تكونوا فهمتوا واستفدتوا من هاي المحاضرة، وبتمنى لكم تديروا بالكم على حالكم وتديروا بالكم على إخوتكم الصغار وترشدوا أهلكم وتأخذوا مسؤولية، لأنه إحنا بنعرف إنه أنتوا كثير متميزين وإنه أنتوا بتقدروا وأنتوا على إدراك ومعرفة كافية. شكراً لكم.